البشير يتهم جنوب السودان باختيار الحرب بعد رفض جوبا سحب جيشها من هجل إيجاد. بهذا مستمعنا الكرام وصلت وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه. متابعة خاصة وتغطية شاملة لصحوة ونهضة الأمة الإسلامية التي تجتاح المنطقة من خلال مراسلين ومن خلال الخبراء والمحللين وأهل الاختصاص، تحليلا ونقاشا وقراءة موضوعية لتطورات وتحولات هذه الصحوة العالية.